اقول لك قولي. احمر حميران رجوله خيزران يذكر الله وما يصوم. حشي عليك. احمر حميران رجوله خيزران وما يصوم. سيديكم وقت صعبه والله ما ما اسمع. ايوه يا حبيبي. اميزنج. شوف ابوي اذا شاف الفيديو يختم ذاك. تحس كلها من اماكن مخصصه. دقيقة جماعة الخير. نقول خيزران سهلة. خلا مع بعض نشوف الإجابة. خلا أقول لك برنامج المسابقات اللطيف الخفيف مع محمد الفارسي وتعليقات فرقة الفرقة. أهلا وسهلا بك في برنامج أقول لك حياك. حياكم الله أعزائي الكرام. اليوم موجودين في ولاية سيناء وفي مصلى العيد وبنسأل الناس عن لغزنا. يقول أحمر حميران ورجوله خيزران اذكر الله وما يصوم. وش هو؟ تعالوا معنا نشوف الإجابة. حياكم الله. يقول لك في مثل يقول أحمر حميران ورجوله خيزران اذكر الله وما يصوم. وش هو؟ زرافة حمراء. هذا هيش معني معصر حرزي. هي الزرافة ذاك. والله ما يحضرني. بليخ بالأرعود. أنا بعد النخلة. يا حلات السمت العمان. ماشي خيارات كذا ساعدني انت يا عيد وكذا يعني. ماشي لازم تساعد. اتصال صديق. من بتتصلوا؟ تلفوني أحمر كيت كات يستقبل أحلى النغمات. صعبة شباب يا أخي حسن. ناس كثيرة بيتسلم ما متلاقية. يمكن اللي بعضهم في المعاصمة اللي بعضهم ما موجودين هنا طول الوقت. فيجيو وكل الكل يجمع والناس تعيش أجواء جميلة في هذا العيد. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يجمعنا إن شاء الله في الجنة. فارسي أسرع حبيبي. وش في أحلى شيء في العيد عندك أنت؟ الفلوس. جابها من الآخر. وش هذه الكشخة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. منك فارسي. لا لا من وين مسكين. كذا. أنا بقى قوي علاقتكم فيه. عطني حسابك. محمد تعال تعال. هلا ما يفيد وكلا تعال. صراحة. بدأت فقرة العزومات من السمت العماني. تابع معاي في أقول لك. قل لي علشان أقول لك ولا تقول إلا لما. الله يعطيكم الصحة والعافية. جزاكم الله خير. تفضل. يسعد ملقاك. عيد مبارك. نايس تو ميت يو. رجولة خيزران. يذكر الله ولا يصوم. ما يصوم. أصبح. الطفل الرضيع. جئت إليك أقدم شكري. لا 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 لا. في الراس ما في الكراس. يا سلام. غلط. ما وردك ما وردك. أنا أعطيك شيء زين. حشي عليك. لا هذا واحد مصاب بالحمرة ويصوم ويذكر الله وما يصوم مريض. لا موجود موجود هو. إنزين بس قلنا حرف واحد عشان نعرف. هو حرف. هيش. عمل. هي زرافة. ما سمعت. كانك طولت. لا لا خفيفة. آخر شيء عايزك شوفه. ديك ما يبيض. ما قال بيض. العرسية مثرة. ضدك تأثير كبير. تأثير كبير. أنت قل لي قبل خلاف أنا أقدر أقول لك. لا تستطيع. لا أستطيع. ها؟ ما أستطيع. الباكور. ما. يبالغ. البقرة. كوكو. لا لا دي والله صعبة طلعت. لا 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 ما صعب. وانت زي محمد محروق كيف امورك؟ انا اموري تعبانه. ليش؟ انا احب الزواج بس. ما شاء الله. هنا جاسم طلشني. هذا سو هذا هذا كذا زين زين. والله انا ما اعرف الالغاز بينه كذا شيخنا. لا ما اعرف والله مدرانهم. لكن هذا الالغاز فيه دركه كذا شويه معقده. فكروا شويه. حاولت. لا استعملت مخي. عاول مو احمر حميران. جئت اليك قدم شكري. اقول لك انا استعملت. حبيبي رخي رخي اديك. والله ما شاء الله ايقاف صحيح. ذكرنا باسمك. الفضل بن احمد بن ناصر بن حبيب البرج. الفضل ويحتوي يصرف له. يستاهل هديه مقدمه من برنامج. اقول لك روح ديك في الاجابه. من عندك انا اقول ديك. متاكدين؟ متاكدين؟ اثق قدرات. واجابه صحيحه. وهذه جائزه مقدمه من برنامج. اقول لك مشكور. شكرا يا اخوي. احسنت. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. قول انت وش تقولي. وش تقولي ديك؟ وش ما يبيض ديك؟ ما يبيض. تاكد ما يبيض. والله تاكد. شوف والله ما يبيض. كذاك أعزائي الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. لكن قبل أن نختم نذكركم بسؤال حلقتنا الجاية. يقول وش هي أطول كلمة في القرآن؟ نلقاكم في مكان ثاني وسؤال ثاني. حياكم الله. تابعونا في الحلقة الجاية. Next.